السيد الرئيس اعطى الكلمه للطرف المدني، تناولت الكلمه باش رد على من الامور. اول نقطه تم الرد فيها هو الشيء الغريب، لان الامور الغريبه تثير الانتباه. هو صرح استاذ شاريه عن احدى المطالبات بالحق المدني، قال انا وضعيتي نشاز اليوم، انا ما هنا انا ما طرف مدني، ما ضد هذا ما مع هادو. كان السؤال انت ضد من؟ هذه محكمه، هذه دعاوى، دعوى عموميه ودعوى مدنيه، عندها اطراف، المدعي في الدعوى العموميه والنيابه العامه، المدعي المتهم، المدعي في الدعوى التابعه والطرف المدني، المدعي المتهم، انت شكون؟ ضد من؟ مع من؟ وثاني انت طرف مدني، ما مصلحتكش يتم بطلان اي اجراء، كيفاش داك تطلب بطلان وسحب وكانك تعمل لمصلحه المتهم؟ خصك تكون واضح وتقول انا راه كندافع عليه، اما لا تجيب صفه الطرف المدني وانت في الحقيقه عندك واحد القناع تاع المتهم، ما خصك تكون هكا، كن واضح وهضر معنا. ان الدعوى عندها اطراف، هذه اسئله هي باش ترشد بها باش تفيق، قال لي هذه اسئله بوليسيه واسئله قانونيه تاع السنه الاولى اللي تقرا مسطره جنائيه الدرس الاول اطراف الدعوى، انت ما عندك صفه، شكون انت؟ اما طرف، فين صنفوك مدعي ولا مدعي؟ ما كانش جوج حوايج، يا مدعي يا مدعي، حتى المتدخل او المدخل يا مدعي مدعي، انت شكون؟ قال لك لا، تمت مقاطعه المرات، كان سكت كنبقى نضحك، قلت له محاذاري تعتقدوا بان هذا الادب ضعف؟ انا ما قاطعكمش، لا اخلاقيين لا قانونيين لا مهنيين، انا كنتكلم ما تقاطعونيش، انتم ثلاث سوايع انتم تكلموا ما قاطعناكمش، قلتوا اللي بغيتوا. احيانا نزلت السابقه هانوا الضحايا اللي رجعوا سخفوا ومشاو في لومبيلونس وما قالوا لهمش وقفوا المحاكمه، ولكن منين نبوا 20 عيا قال لهم عيا وقفوا المحاكمه، هذوك قعدوهم في لومبيلونس. شو المفارقه كي دايره؟ جوج ضحايا طاحوا سخفوا باش بالاهانات المجرمين داخل الجلسه وتنقلوا عبر سيارة الإسعاف، ما عرفنا مش حي ولا ميتين، وما طلبوش هما توقف المحاكمة. من جات السبعة قال له راه عيا، واحد الوقيتة قال لك هو عيا وخصو يضرب الدواء، قلنا لهم حقه، حنا ما عرضناش، نحن إنسانيين، ما غير مسوا به لا هو لا غيره، كلشي عنده الكرامة، ولكن هذا ما يعنيش أننا ما نناقشوش من الناحية القانونية.